السلام عليكم. وصلنا إلى الخوارزمية الأولى من خوارزميات الجدولة، واللي هي من اسمها First Come First Served، يعني القادم أولا يخدم أولا. هذه الخوارزمية تعتبر هي أبسط خوارزميات الجدولة في يعني نظم التشغيل، وهي يعني فكرتها بديهية بسيطة جدا، أنه إذا كان عندنا مجموعة من العمليات دخلت من الويتنج كيو إلى الريدي كيو، لأنها موجودة في طابور الاستعداد وتنتظر الدخول إلى المعالج، فالسكيدجولر مجدول المعالج وهو البرنامج المسؤول عن إدخال العمليات إلى المعالج لغرض التنفيذ سيقوم باختيار العمليات بالشكل التالي. إذا نفترض بأن العمليات وصلت بالتسلسل التالي P1 بروسيس الأولى والP2 والP3 يعني البروسيس الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فإن يعني مجدول العمليات سيقوم بإدخال العملية الأولى ثم العملية الثانية ثم العملية الثالثة. طبعا هنا مثل ما ذكرنا يعني هناك حسابات رياضية لهذه المسائل، يعني عادة يقوم المدرس او الدكتور او الدكتوره المسؤول عن هذا الموضوع يعني في الامتحانات عاده بيعطاكم هذا الجدول الزمني اللي هو يعطي العمليات وزمن التنفيذ الخاص بها والكثير من الامور الاخرى، يعني بالنسبه للخوارزميات الاخرى. فكل اللي علينا انه نفعله في هذه الحاله، لانه بما ان كل العمليات واصله يعني بالتسلسل التالي P1 ثم P2 ثم P3، وخوارزميتنا تقول بانه القادم اولا يخدم اولا، فراح نقوم برسم ما يسمى بالجانت شارت، اللي هو يعني الشارت او رسم مخطط منسوب الى هذا الشخص اللي اسمه جانت. نقوم برسمه، هو عباره عن مستطيل كبير نقوم بوضع العمليات في داخله، البروسيس الاولى ثم البروسيس الثانيه ثم البروسيس الثالثه. طبعا البروسيس الاولى هي واصله عند زمن صفر لانه ليس هناك زمن وصول، عاده يكون هناك يعني حقل ثالث في الجدول لزمن الوصول اذا كانت العمليات واصله ليس في نفس الوقت. اما هنا فنفترض انه بما انه ليس هناك arrival time يعني زمن الوصول، فنفترض ان كل العمليات واصله عند الثانيه صفر. فبما انه العمليه الاولى واصله هي اول واحده، فدخلنا العمليه الاولى ثم العمليه الثانيه ثم العمليه الثالثه. العمليه الاولى دخلت عند الزمن صفر، مده تنفيذها 24، فراح تنتهي عند اللحظه 24 او جزء من الثانيه 24. بعد ذلك العمليه الثانيه تدخل، العمليه الثالثه وهكذا. العمليه الثانيه مده تنفيذها 3، فراح هنا نقول 24 زائد 3 27، هذه فقط يعني. العملية الثالثة أخيرا أيضا مدة تنفيذها 3، هنا راح يكون عندنا 27 زائد 3 30. فنلاحظ بأنه المجموع الكلي لتنفيذ العمليات هو 30 ثانية. هنا يفترض أنه يكون هذا الرقم مساوي إلى مجموع هذا الرقم، يعني 24 زائد 3 زائد 3 لازم يكون 30، مثل ما هذا 30 بالضبط. فإذا كان عندنا هذا الرقم غير مساوي لمجموع هذه الأرقام، إذا معناته هناك خطأ، مثل ما راح نشوف. يعني طبعا الخطأ يعني ممكن يحصل بسهولة في هذا النوع من أنواع المسائل، خصوصا اذا كان عندنا زمن وصول غير متساوي وكان عندنا مثلا بري امبيشن او نون بري امبيشن، يعني كثير من التفاصيل اللي راح نشرحها ان شاء الله. هنا عاده يتم الطلب ويتنج تايم، ما هو الزمن الانتظار لكل واحده من العمليات. العمليه الاولى زمن انتظارها صفر، اللي هو هنا لانه لم تنتظر اي شيء دخلت مباشره. الزمن الانتظار للعمليه الثانيه هي وصلت عند الدقيقه او الثانيه صفر، ولكنها بدات التنفيذ عند الثانيه 24، فبالتالي هي انتظرت 24 ثانيه. بالنسبة للعملية الثالثة أيضا قد انتظرت؟ انتظرت 27، لأنه هي واصلة عند الثانية صفر ولكنها بدأت التنفيذ عند الثانية 27، فبالتالي هي انتظرت 27 ثانية. هنا معدل زمن الانتظار هو مجموع يعني زمن الانتظار لكل العمليات مقسوم على عددها، اللي هو 0 زائد 24 زائد 27 تقسيم 3 يطلع عندنا 17. فهنا كأنه معدل زمن الانتظار للعمليات الثلاثة هو 17، في حين أن العملية الأولى هي انتظرت 0 فقط، العملية الثانية انتظرت 24، العملية الثالثة انتظرت 27. هذا هو مجرد يعني الحل البسيط لهذا المثال. طيب هنا إذا افترضنا أن العمليات واصلة بالتسلسل التالي، إذا وصلت العملية الثانية ثم العملية الثالثة ثم العملية الأولى، أيضا نقوم برسم كانت شارت P2 P3 P1، أيضا العملية الثانية وضعناها في البداية ثم العملية الثالثة ثم العملية الأولى. العملية الثانية طبعا بدأت عند اللحظة صفر، وبما أنه احنا نعرف من المخطط السابق أن زمن تنفيذها 3، فقمنا يعني 0 زائد 3 3. العملية الثالثة أيضا زمن تنفيذها 3، فنقول 3 زائد 3 يساوينا 6. وأخيرا العملية الأولى زمن تنفيذها 24، فنقول 6 زائد 24 فيكون عندنا 30. وأيضا مثل ما ذكرنا يجب أن يكون زمن التنفيذ النهائي مساويا لمجموع أزمان التنفيذ للعمليات المختلفة. هنا نلاحظ أنه شنو الفرق؟ سابقا طلع عندنا معدل زمن التنفيذ أو معدل الانتظار للعمليات هو 17. هنا إذا قلبنا هذا الموضوع ووصلت عندنا العمليات القصيرة قبل العملية الطويلة، فلاحظ أنه زمن الانتظار للعملية الأولى راح يكون 6 فقط. العملية الأولى انتظرت، هي وصلت عند اللحظة صفر ولكنها بدأت التنفيذ عند اللحظة 6، فهي انتظرت 6 فقط.
بالنسبة للعملية الثانية انتظرت صفر، لأنه هي وصلت عند اللحظة صفر وبدأت التنفيذ عند اللحظة صفر، فهي انتظرت صفر. بالنسبة للعملية الثالثة انتظرت ثلاثة، لأنه هي وصلت عند اللحظة صفر ولكنها بدأت التنفيذ عند اللحظة ثلاثة، فبالتالي هي انتظرت 3 ثواني فقط. معدل زمن الانتظار هنا راح يكون أيضا عندنا 6 + 0 + 3، يعني هو زمن الانتظار لكل واحدة من العمليات تقسيم عدد العمليات تقسيم 3 يساوي 3. فتلاحظ أنه حتى إذا كانت نفس العمليات ولكنه اختلاف تسلسل وصولها يؤدي إلى أنه بدل أن يكون زمن الانتظار المعدل لكل العمليات 17، هنا طلع عندنا 3 فقط. هذا طبعا هو much better than the previous case، هنا أفضل بكثير من الحالة السابقة. هذا ليش حصل عندنا؟ بسبب ما يسمى بالconvey effect، اللي هو تأثير الانتقال، اللي هو الحالة التي تحصل عندنا عندما يكون العمليات القصيرة تصل بعد العمليات الطويلة. هنا لأنه بالمثال السابق العمليات القصيرة وصلت بعد العملية الطويلة، هنا نلاحظ أنه صار عندنا زمن الانتظار كبير جدا. أما إذا وصلت العملية الطويلة بعد العمليات القصيرة راح يكون عندنا زمن الانتظار قصير جدا. هنا بالتالي consider one CPU bound and many input output CPU bound. هنا هذا عادة طبعا يكون عندنا CPU bound يكون مدة قصيرة جدا، اللي هو زمن التنفيذ في داخل المعالج، لأنه عادة المعالج يكون سريع جدا، وزمن الانتظار لعمليات الإدخال والإخراج تكون عادة بطيئة جدا وتستغرق وقت طويل. الخوارزمية الثانية اللي هي shortest job first، اللي هي الأقصر أولا، خوارزمية الجدولة التي تقوم بإدخال العملية الأقصر أولا إلى المعالج. فبالتالي إذا كان عندنا مجموعة من العمليات وصلت إلى المعالج، نقوم بإدخال العملية التي تستغرق أقصر وقت. وبالتالي إحنا شو راح نسوي؟ يعني إذا تلاحظ هنا، إحنا هنا نبحث عن إدخال العمليات القصيرة في البداية لكي يصبح لدينا يعني معدل زمن الانتظار قليل جدا. فبالتالي هذه العملية الثانية أو هذه الخوارزمية الثانية هي اللي راح تقوم بالضبط بالشيء الذي نبحث عنه، اللي هي راح تقوم بإدخال العمليات القصيرة أولا ثم العمليات الطويلة. هنا تقوم بتخصيص كل عملية، نقوم بتخصيص يعني طول أو مدة زمن التنفيذ في المعالج لهذه العملية. وطبعا يستخدم هذه الأطوال ونستخدم هذه الأطوال يعني مدة التنفيذ في جدولة العمليات، بحيث أنه نقوم بإدخال الأقصر أولا. الـ shortest job first is optimal، هذه الخوارزمية تعتبر مثالية لأنها دائما تعطي أقل زمن تنفيذ أو أقل زمن انتظار لمجموعة من العمليات. يعني عادة إذا كان هناك مجموعة من الخوارزميات يتم تطبيقها على أي جدول من العمليات، عادة أو يعني أغلب الأحيان إذا مو 100% يكون shortest job first هو الأقصر زمن انتظار، لأنه هي الأوبتيمال، يعني هي تعتبر هي المثالية. طيب إذا كانت هي مثالية، لماذا لا يتم استخدامها في كل أنظمة التشغيل؟ هنا يأتي السؤال وهذا هو الجواب. الجواب أنه هناك صعوبة في معرفة مدة التنفيذ في المعالج. يعني إحنا لما تأتينا عملية نقل ملفات مثلا من الدرايف سي إلى الدرايف دي، وليكن مثلا هذه الملفات حجمها 5 جيجا بايت، المعالج لا يعرف بالضبط كم سيستغرق من الوقت لنقل هذه الملفات، لأنه هذا الشيء يعتمد على سرعة المعالج وظروف الحاسبة، وجود الكثير من العمليات الأخرى التي تحتاج المعالج في نفس الوقت. كذلك إذا كان لدينا عملية معالج لكود معين، أيضا المعالج لا يعرف بالضبط كم سيستغرق هذا الكود في التنفيذ. فبالتالي يعني معرفة الوقت المضبوط 100% راح يكون مشكلة. فنلتجئ إلى الكثير من الطرق الأخرى، اللي هي مثلا قد نسأل المستخدم كم سيستغرق البرنامج الخاص بك، ولكن هذا الشيء طبعا أيضا يعني غير منطقي وغير عملي. المثال على هذا الخوارزمية، مثلا إذا كانت العملية الأولى تستغرق مدة 6 ثانية مثلا، أو 6 جزء من الثانية طبعا هي بالحقيقة، بس إحنا راح للبساطة نقول إنه 6 ثانية. العملية الثانية 8 ثانية، الثالثة 7، والرابعة 3. فهنا نلاحظ أنه على فرض أنه كلها واصلة في نفس اللحظة عند الزمن صفر، فنلاحظ أنه ما هي العملية الأقصر تدخل أولا؟ العملية الرابعة هي الأقصر شيء، لأنه تستغرق 3 ثواني فقط، فوضعنا العملية الرابعة. من ضمن العمليات المتبقية من هي الأقصر؟ العملية الأولى لأنه تستغرق 6 فقط، ثم العملية الثالثة لأنه تستغرق 7، ثم العملية الرابعة لأنه تستغرق 8، لأنه تعتبر هي أطول واحدة. بعد ما رتبنا العمليات هذه كلها في الجانت شارت، لأنه مثل ما ذكرنا أول خطوة نرسم الجانت شارت، نقوم بترتيب العمليات في داخلها، بعد ذلك نقوم بحساب زمن الانتظار لكل واحدة من العمليات. بالنسبة للعملية الرابعة هي وصلت عند الزمن صفر وبدأت التنفيذ عند الزمن صفر، فهي لم تنتظر شيئا. بالنسبة للعملية الأولى كم طبعا العملية الرابعة لأنه مدتها 3، فراح تبدأ عند صفر وتنتهي عند 3. بالنسبة للعملية الأولى مدتها 6، فراح نقول 3 + 6 = 9. بالنسبة للعملية الثالثة مدتها 7، فراح نقول 7 + 9 = 16. فأي أنه العملية الثالثة انتهت عند الزمن 16 ثانية.
واخيرا بالنسبه للعمليه الثانيه اللي مدتها 8، نلاحظ انه 8 زائد 16 يساوي 24. هاي القيمه 24 ايضا مثل ما ذكرنا سابقا يجب ان تكون هي نفسها مجموع هذه القيم، يعني 3 زائد 7 10 زائد 8 18 زائد 6 24. هذه هي القيمه يعني زمن التنفيذ الكلي. الان اذا اردنا نحسب معدل زمن الانتظار، العمليه الاولى ايش قد انتظرت؟ عاده هو يكون هنا في بدايته 3. العمليه الثانيه ايش قد انتظرت؟ 16. العمليه الثالثه انتظرت 9، والعمليه الرابعه انتظرت 0. فنقول 3 زائد 16 زائد 9 زائد 0 تقسيم 4، فالمجموع الكلي يساوي 7. يعني طبعا الاربعه هنا اللي هو عدد العمليات، يعني حساب معدل بشكل طبيعي، يعني عدد يعني المجموع على عدد العمليات. هنا مثل ما ذكرنا سابقا كيف نحسب مده التنفيذ في داخل المعالج، يعني ليس هناك مقياس ثابت لهذا الشيء، يمكننا فقط تخمين هذا الطول. should be similar to the previous one، يعني عاده اذا اردنا ان نقوم بتخمين مده نسخ سي دي مثلا في الويندوز، فنقوم بالاعتماد على مده نسخ السي دي في مده نسخ السي دي السابق، يعني اذا قمنا بنسخ كومباكت ديسك سابقا فنستخدم عاده نفس الشيء السابق. Then pick a process with the shortest predicted next CPU burst. يعني عندما تأتي مجموعة من العمليات في طابور الاستعداد ويكون المجدول يعني مسؤولا عن جدولتها وإدخالها للمعالج بالترتيب بالاعتماد على shortest job first أو الأقصر أولا، يقوم بتخمين الطول لكل واحدة من هذه العمليات ثم يقوم بإدخال أقصرها مباشرة إلى المعالج لغرض التنفيذ. أيضا يمكن أن يتم حساب مدة التنفيذ لهذه العمليات باستخدام الـ Exponential Averaging اللي هو المعدل باستخدام الـ Exponential باستخدام هذه المعادلة. الـ Tn هو الـ Actual Length of the Nth CPU Burst. إذا أردنا نحسب مدة التنفيذ للعملية الحالية اللي هي اسمها N، نستخدم المعلومات من العمليات السابقة. الـ Tau N Plus 1 هو الزمن يعني المتوقع أو المخمن للعملية القادمة في الـ CPU، على فرض انه احنا نعرف زمن التنفيذ في للعمليه الحاليه. الفا هو عباره عن فث ثابت معين ما بين الصفر والواحد. هنا راح يكون عندنا زمن تنفيذ العمليه المقبله يساوي لنا الفا تي ان زائد 1 ماينس الفا في تاو ان. وهنا ايضا مثل ما ذكرنا الفا ممكن ان يكون عاده نصف، يعني في الوضع الطبيعي قد يكون صفر قد يكون واحد، لانه مثل ما ذكرنا ما بين الصفر والواحد هو قيمته. هنا البري امبتيف فيرجن كولد شورتست ريمينينج تايم فيرست. ايضا هناك يعني نسخة أخرى من الشورتست جوب فيرست اسمها شورتست ريمينينج تايم فيرست، أي أنه قم بإدخال العملية ذات أقل وقت متبقي من تنفيذها. وهذه طبعا هي نوعها بري امبتيف اللي هي تسمح بحرق الشفعة أو إدخال العمليات حتى وإن كانت العمليات السابقة غير مكتملة التنفيذ. هنا نلاحظ أنه هذا طبعا يعني بعد تنفيذ هذه المعادلة على مجموعة من العمليات قمنا بالحصول على هذه النتائج. يعني إذا كانت عندنا العملية السابقة أو العملية السابقة افترضنا أنه هي زمن تنفيذها 10، بعد ذلك الـ CPU burst راح يكون عندنا 6 4 6 4 13 13 13، وتلاحظ هنا هاي القيم اللي احنا قمنا بتخمينها، يعني هذه 6 4 6 4 ثم 13، هذه هي القيم الحقيقية اللي احنا يعني حصلت بالفعل في السي بي يو، ولكن تلاحظ انه في نفس الوقت هذه القيمه اللي احنا قمنا بتخمينها واللي هي تقريبا يعني الى حد ما مشابهه لها، يعني تسير بنفس المسار، تقوم بالانخفاض او تقل المده عندما يكون هناك زمن تنفيذ قليل وتزيد بعد ذلك عندما يكون عندنا زمن التنفيذ كثير، اي انه هي تقريبيه. هذه المعادله تعطينا في التقريب منطقي يمكن الاعتماد عليه في نظم التشغيل، لأنه مثل ما ذكرنا من المستحيل معرفة بالضبط كم ستستغرق العملية في داخل المعالج في المستقبل. هنا أيضا أكو عندنا أمثلة على الـ Exponential Averaging، هذه المعادلة السابقة. إذا افترضنا الألفا تساوي لنا صفر معناتها راح يكون التاو N plus 1 يساوي لنا تاو N، أي أنه Recent History Doesn't Count. راح نفترض أن كل العمليات المقبلة مدة تنفيذها راح تساوي العملية السابقة فقط. اما اذا قلنا تاو يساوي لنا 1 راح يكون عندنا تاو ان بلس 1 يساوي لنا الفا تاو تي ان، بحيث انه راح ياخذ اونلي ذا اكتوال لاست سي بي يو بيرست كاونتس، فقط اخر زمن تنفيذ في داخل المعالج هو الذي سيتم اخذه بعين الاعتبار. اما بخلاف ذلك فاذا قمنا بتوسيع هذه المعادله راح يكون عندنا تاو ان بلس 1 يساوي لنا الفا تي ان زائد 1 ماينس الفا في الالفا تي ان ماينس 1 زائدا 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 الى اخره. يعني هذه العمليه يمكن يعني توسيعها الى اقصى ما يمكن، بحيث انه ما طالما ان الالفا
والالفا ماين 1 ماينس الفا كلاهما يعني ما بين الصفر والواحد، او لا يساوي يعني لا تساوي صفر ولا تساوي واحد، بمعنى انه كل حد سابق او كل عمليه سابقه راح يكون لها فد ويت معين، وزن معين يؤثر على نتيجه يعني تخمين العمليه المستقبليه، وكلما كان يعني الويت اقل كلما كانت يعني تاثيرها على العمليه الحاليه او المستقبليه اقل. هنا ايضا اكو عندنا المثال اللي هو على الشورتست ريمينينج تايم فيرست. هنا راح يكون عندنا يدخل عندنا فشيء جديد اللي هو الارايفل تايم مثل ما ذكرنا. هنا راح نقوم باضافه مفهوم الفارينج ارايفل تايمز اللي هو يعني زمن وصول العمليه راح يكون مختلف، لكي نقوم بفهم عمليه البري امبشن اللي هو حق الشفعه او اخراج العمليه قبل اكتمال تنفيذها اذا وصلت عمليه اقل منها. فهنا خوارزميتنا ماذا تقول؟ تقول shortest remaining time first، أي أنه قم بإدخال العملية ذات أقل وقت متبقي من التنفيذ. فنلاحظ هنا بأنه هنا في كل لحظة من اللحظات يجب أن ننظر إلى arrival time. يعني هنا مثلا في اللحظة صفر لدينا فقط العملية الأولى واللي زمن تنفيذها 8، فنقوم بإدخال العملية الأولى من اللحظة صفر إلى اللحظة واحد. عند اللحظة واحد لأنه هناك عملية جديدة وصلت، هذا زمن تنفيذ زمن الوصول لعمليه جديده وصلت، هنا المعالج يجب ايضا ان ياخذ قرار جديد بحيث انه راح ينظر العمليه الواصله الجديده زمن تنفيذها 4، الا ان العمليه السابقه اللي هي موجوده حاليا في داخل المعالج اللي هي البي 1 المتبقي من زمن تنفيذه هو 7، لانه احنا نفذنا من الصفر الى الواحد فبقت من 8 بقت 7 عندنا فقط. فتلاحظ هنا راح يكون عندنا القرار من هي الاقصر زمن تنفيذ متبقي اللي هي البي 2، فقمنا بإدخال البي 2 مباشرة. هنا عندما قمنا بإخراج البي 1 قبل اكتمال تنفيذه وقمنا بإدخال البي 2، هذا ما يسمى بالبري امبشن اللي هو حق الشفعة أو يعني التوسط أو التقديم والتأخير. أعيدها يعني لأنه أنا أعرف دائما هذا الشيء يعني يكون شوي في لبس أو خلط. العملية الأولى وصلت، هي كانت العملية الوحيدة الواصلة عند الزمن صفر، هذه العمليات لم تصل بعد، فقمنا بإدخالها إلى المعالج لأنه زمن تنفيذها 8 يعني بدأت عند الصفر، ولكنه عند اللحظة واحد كان هناك عملية جديدة قد وصلت، لأنه العملية الجديدة زمن تنفيذها أقل من المتبقي من العملية الأولى فقمنا بإدخال العملية الثانية، هذه العملية P2. بدأت العملية P2 عند اللحظة واحد، بعد ذلك عند اللحظة 2 وصلت أيضا عملية جديدة، ولكنه لأن زمن تنفيذها أكبر من العملية الحالية فلم نقم بأخذها بعين الاعتبار. أيضا عند اللحظة 3 قمنا هنا يعني ايضا احتجنا انه نقوم باتخاذ قرار جديد يعني يقوم به السي بي يو سكيدجولر، لانه العمليه الواصله طولها 5، الا ان العمليه الحاليه اصلا تم تنفيذ 2 منها وهي كان اصلها يعني طولها 4 فبقي منها فقط 2، اذا هي ما زالت هي اقصر واحده، فنستمر الى ان نقوم باكمال العمليه، لان عند بدات عند الواحد وانتهت عند 5 لانه هي طولها 4 فقط، اكتمل تنفيذ العمليه الثانيه. عند اللحظه 5 كل العمليات هنا واصله، فهنا نلاحظ أن يعني يكون عندنا الآن تنافس ما بين العملية الأولى المتبقي منها 7 فقط، لأنه يعني قمنا بتنفيذ 1 منها هنا، والعملية الثالثة والعملية الرابعة. نلاحظ أنه عندنا 7 و9 و5، من هي الأقصر؟ طبعاً 5 اللي هي البي 4، دخلت عند 5 ووصلت إلى 10. بعد ذلك راح يكون عندنا البي 1 اللي هي المتبقي منها 7 فقط، والبي 3 اللي متبقي منها 9 لأنه يعني لحد الآن لم تنفذ، فقمنا بإدخال البي 1 عند اللحظة 10، ولأنه المتبقي منها 7 ثواني انتهت عند اللحظة 17. بعد ذلك أخيرا بقت عندنا البي 3 اللي هي دخلت عند اللحظة 17 وهي طولها 9 يعني انتهت عند اللحظة 26. فهنا تلاحظ أنه صار عندنا بي 1 2 4 1 3. هنا راح يكون عندنا شوي أكو مشكلة في حساب زمن التنفيذ أو زمن الانتظار، بحيث أنه نقول أن العملية الأولى كم انتظرت؟ انتظرت كالآتي، هي وصلت عند اللحظة صفر، بما أنه هي وصلت عند اللحظة صفر ودخلت إلى التنفيذ عند اللحظة صفر فما عندنا مشكلة. هنا انتظرت هي مقدار صفر، ولكنها عادت وخرجت عند اللحظة واحد ودخلت مرة أخرى عند اللحظة 10، فبما معنى أنه هذه الوقت كله هي كانت تنتظر. كم كانت تنتظر؟ 10 ناقص 1، هذا هو زمن الانتظار للعملية الأولى. هنا انتظرت صفر لأنه هي وصلت عند اللحظة صفر ودخلت إلى التنفيذ عند اللحظة صفر، ولكنها بعد ذلك خرجت عند اللحظة واحد وعادت ودخلت إلى المعالج عند اللحظة 10، بمعنى أنه هذه الفترة كلها هي كانت تنتظر، فزمن انتظارها هو 10 ناقص 1، هذا هو زمن انتظار العملية الأولى.
بالنسبة للعملية الثانية وصلت عند اللحظة واحد ودخلت إلى المعالج مباشرة عند اللحظة واحد، أي أنها لم تنتظر شيء، فراح يكون عندنا واحد ناقص واحد، هذا هو زمن انتظار العملية الثانية. بالنسبة للعملية الثالثة هي وصلت عند اللحظة 2 ولكنها بدأت التنفيذ عند اللحظة 17، بمعنى أنه هي انتظرت 17 ناقص 2، فهذا هو زمن انتظار العملية الثالثة. وأخيرا بالنسبة للعملية الرابعة هي وصلت عند اللحظة 3 ولكنها بدأت التنفيذ عند اللحظة 5، أي أنها انتظرت 2 فقط، يعني 5 ناقص 3، هذا هو زمن انتظار العملية الرابعة. فهذا هو زمن انتظار العمليات الأربعة، نقسمها على 4 اللي هو عدد العمليات، 26 على 4 يطلع عندنا 6.5، يعني 6.5 ملي سكند، هذا هو زمن زمن أو معدل زمن الانتظار للعمليات الأربعة باستخدام خوارزمية الشورت تيست ريمينينج تايم فيرست. هنا تلاحظ أنه هذا المثال قد يكون أصعب بقليل من الأمثلة السابقة، لأنه أكو يحتوي على arrival time زمن الوصول، هذا طبعا راح يكون هو الخدعة التي يعني تستخدم في هذا النوع من الأسئلة للتلاعب ب يعني تسلسل وصول العمليات أو تسلسل دخولها إلى المعالج وحساب arrival time أو حساب waiting time، فهذا يعني مهم جدا أنه يتم فهمها. إذا تم فهم هذا المثال بشكل صحيح وواضح إن شاء الله الأمثلة المقبلة راح تكون واضحة للجميع. إذا كان هناك مشكلة في هذا المثال مثل ما ذكرنا يمكن أنه تطلبون من عندنا هذا الشيء في التعليقات وراح نقوم بحله على الصبور إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. طبعا في الفيديو القادم إن شاء الله راح نشرح الخوارزمية الثالثة اللي هي البرايورتي سكجولينج اللي هي تقوم بجدولة العمليات اعتمادا على الأولوية الخاصة بها، بحيث هنا أنا راح ما نعتمد فقط على تسلسل الوصول first come first served ولا على زمن التنفيذ اللي هو shortest job first، وإنما راح نعتمد على فد مفهوم ثالث اللي هو نسميه priority اللي هو أولوية العملية، سواء كانت العملية مهمة أكثر أهمية من غيرها أو أقل أهمية، هذا الشيء اللي هو راح نعتمد عليه إن شاء الله في الخوارزمية الثالثة. فخليكم معنا إن شاء الله في الفيديو القادم. شكرا جزيلا ومع السلامة.